الشوط المملوك لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان ويمع بن عتيج الرميثي في عملية التضمير، بينما بدوري أنتقل إلى المركز الثاني. المركز الثاني إنه سراب يصل بقوة ومنطلق انطلاقة رائعة مع المركز الآن الثاني المملوك لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير، بينما دور المركز الثالث القدوم الملحوظ الرائع والمميز من قبل مدلل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية تضميره ومتابعته، بينما هنالك الوصول من لماح الواضح المنطلق لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي في عملية تضمير، دخول كبير ورائع من قبل هملول وصل بكل قوة لهجن الرياسة وسيد علي بن يميل الوهيبي يقوده مضمرة، بينما الوصول من الجهة الأخرى هو التدخل أيضا من قبل هملول وهملول الوصول بكل قوة من الهماليل القادمة لملء هجن الرياسة والتضمير مع علي بن يميل الوهيبي، وكذلك انضمام قادم ودخول سريع ورائع ومميز من هذه الأسماء الرائعة، معزم من وصل بقوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير، الدخول من المركز الآخر القدوم من شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري مضمرا متابعا لاسم شاهين، هذا هو النداء الأول وكاد رياس يرصد لنا هذه الانطلاقات القوية الرائعة والمميزة. أعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المركز الأول، الله 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 الله، تغيير سريع جرى وطر على مقدمة هذا الشوط، إنه شعار هجن الرياسة، إنه الشعار الأحمر، إنه الشعار الذي أمتع واستمر في الإمتاع، ما شاء الله ما شاء الله، انطلق هملول إلى مقدمة الشوط لهجن الرياسة والسيد علي بن يميل الوهيب متابعا لهذا الاسم، الدور المركز الثاني بروكسل على المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان يمع بن عتيج الرميثي هو المتابع هو المضمر لهذه الأسماء الرنانة، بينما الدخول السريع الانطلاقة الرائعة والمميزة من قبل هملول لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي من يضمر هذا الهملول القادم، بينما هنالك دخول من قبل سراب المملوك لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين هو من يتابع هذا الاسم الكبير، انطلاق رائع من قبل هملول وهنالك لماح، الله يا لماح دخل بقوة للمملوك لسيدي صاحب السمو، ولكن التدخلات أيضا من هذه الأسماء، هنالك شعار سمو الشيخ محمد بن مر مكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي، ما شاء الله أعود إلى المقدمة أعود إلى الصدارة أعود إلى التدخل أعود إلى هملول 600 متر النهائية، الله الله شوفوا الانفراد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، هذا هو يتبع طريق الهماليل التي انهت الأشواط السابقة لصالحا، وهذا هو هملول أيضا السوبر هاتريك ما شاء الله يتسجل باسم هذا الشعار وباسم هذا المضمر القدير، تحية مسائية من الوثبة ننقلها لكل عشاق اللون الأحمر، تحية مسائية نبعثها على الهواء مباشرة لمشجعين اللون الأحمر، أن الأحمر حاضرا بقوة حاضرا وجارحا وفاعلا ومنتصرا، هذا هو هملول، سلام من القلب إلى القلب للرئاسة وهذه المعركة العالمية، تحية مسائية لك يا علي بن ميل يا الوهيبي على هذا الإنجاز والإمتاع والاستمرار في العطاء. المركز الثاني هملول لهجن الرئاسة مع علي بن ميل الوهيبي، وفي المركز الثاني
الثالث. هذه لحظات الوصول لماح لسمو الشيخ محمد المر مكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي في عملية تضمير مع المركز الثالث المركز الرابع. هذه لحظات من بروكسل لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان ويمع بن عتيق في تضميره وفي المركز الخامس. مشاهدينا الأعزاء سراب لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف الهيان والتهنئة للسيد صادق فضل الأمين. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء تستمر الهماليل في عصفة قوية وتحدي مثير. هذا هو هملول والتوقيت الزمني أيها الأخوة على الهواء مباشرة عبر ياس الناقلة والمتابعة لهذه الأحداث. ست دقائق ثمان ثواني ست أجزاء من الثواني. هذه هي لحظات وصول هملول بينما المركز الثاني أيضا هملول نفس المضمر ونفس الماركة. التهنئة لهجن الرئاسة وعلي بن ميل الوهيبي 6:12 سبع أجزاء من الثواني. وفي المركز الثالث كان حضورا كبيرا رائعا من اسم لماح. التهنئة لسمو الشيخ محمد المر مكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي في التضمير. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الأعزاء 6 دقائق هذه لحظات الوصول وعشرون وتسعة أجزاء من الثواني. الجولة الأول تنتهي بلون أحمر مع الانتصار والزميل حمدان اليحافي. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام شكرا حمد بن طويرش. نتواصل أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير من هنا من